بقالنا فترة بنسمع أو كام يوم مش فترة كبيرة يعني بنسمع عن ظهور متحور جديد من كورونا. المتحور ده اسمه فليرت. طيب المتحور ده خطر ولا لأ؟ منظمة الصحة العالمية قالت إن هو أكتر أو أكبر المتحورات من كورونا انتشارا وخطورة، فإحنا محتاجين نعرف يعني إيه متحور فليرت ده، يعني شديد ولا لأ، خطر ولا لأ، في نفس خطورة كورونا، ولا هنقدر إن احنا نتعامل معاه باللقاحات اللي احنا متعودين ناخدها، بإن احنا ناخد بالنا من المناعة بتاعتنا، نعرف إزاي نتعامل مع هذا المتحور. معانا دلوقتي على التليفون الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح. صباح الخير يا دكتور، منورنا في صباح مين. صباح الخير لحضرتك وصباح الخير على السادة المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم. دكتور، عاوزين حضرتك تكلمنا اكتر عن المتحور الجديد، ويعني نقلق منه ولا هنعرف نتعامل معاه باللقاحات والحاجات دي ولا لا؟ طب خلينا نقول ان احنا في الفتره اللي فاتت كورونا ما كانش انتهى، الحمد لله بنعمه ربنا، حدته قلت، قوته قلت، ولكن احنا عارفين ان هيحصل تحورات لان طبيعه الفيروسات التنفسيه ان يحدث لها تحور. طب احنا عارفين يحصل تحور، طب احنا قلقنا ليه المره دي؟ لان التحورات المره دي اكثر انتشارا. بمعنى ايه اكثر انتشارا؟ قدره الفيروس على الانتشار سريعه جدا جدا، وده طبيعه التحورات الفتره السابقه. طب الخطوره، هل فعلا حالات خطوره؟ لا، لحد دلوقتي نسب اشغال، نسب دخول المستشفيات هي النسب المعتاده، بمعنى لم يثبت وجود خطوره حقيقيه او مضاعفات او اعراض جديده لهذا المتحول الا قدرته السريعه على الانتشار ومقاومته للقاحات. يعني ايه مقاومته للقاحات؟ احنا طبعا عارفين ان احنا لما خدنا اللقاحات لا تعطي مناعه طويله الامد، ان العدوات الفيروسيه او اللقاحات الفيروسيه زي الانفلونزا بتؤخذ كل سنه، كذلك لقاحات كورونا المناعه اللي احنا بناخدها من منظومه اللقاحات ما بتستمرش معاكي طول العمر، فبالتالي مع الوقت بدل ما بنبقاش ناخد جرعات تنشيطيه بتقل كفاءه اللقاحات. فضلا عن التحور الجديد بيعمل حاجه اسمها هروب مناعي، يعني ان جهازنا المناعي مش بيتعرف عليه بمنظومه اللقاحات، او بتقل قوته او بتقل قوه اللقاحات مع الوقت وكذلك تحور الفيروس. طب احنا كده نخاف؟ لا، او احنا زي ما قلنا لحد دلوقتي هو فيروس تنفسي اعراضه تماثل اعراض البرد والانفلونزا، لم يثبت حده او خطوره مثل البرد والانفلونزا. حالات المسجله عالميا كلها حتى الان مستقره، نسب الوفيات، نسب الدخول في المبعضات هي النسب المعتاده، ما فيش محور خطوره او اعراض جديده او ان التحور اضاف صبغه جديده للفيروس جعلته اشد خطوره، ولكن جعله ايه؟ اشد انتشارا او الاسرع انتشارا. صحيح. طب يا دكتور، برحب بحضرتك طبعا مره ثانيه، صباح الخير. السؤال الابرز والاهم، هل هذا المتحور دخل مصر بالفعل؟ يعني هل تم رصد اي حالات في المستشفيات المصريه؟ حتى الان لم يصدر بيان رسمي ان احنا عندنا هذا المتحور، ولكن بالفعل احنا عندنا كورونا لان كورونا ما خلصش. ولكن يعني ممكن يكون حد عنده واحنا ما نعرفش. الفليرت دي بالذات لسه حتى الان لم يثبت ان هي دخلت مصر، لكن احنا عندنا عدوات فيروسيه منتشره، عندنا البرد وعندنا انفلونزا، عندنا كورونا بسلالاته القديمه لم تنتهي، لكن هذا التحور حتى الان لم يعلن انه دخل مصر، ولكن هو انتشر في امريكا وبعض الدول الاوروبيه بنسب كبيره جدا. لم يعلن وجوده في مصر لكن اعراضه موجوده. يعني المتحور نفسه مش موجود في مصر، لكن احنا عندنا اعراض جهاز تنفسي منتشره، نزلات برد، انفلونزا، وكلها على فكره من الدرجه البسيطه والمتوسطه. حتى الان يوجد ثبات في الاعراض، مفيش حاجه جديده، احنا في موسم تغيير الفصول، احنا عندنا تقلبات جويه بتجعل انتشار الفيروسات، يعني احنا في التوقيت ده من الربيع بينتشر العدوات التنفسيه، وده انتشارها، يعني لم يطرق جديد على الحاله الوبائيه في مصر ان احنا نقول ان في تحور جديد او في انتشار لفيروس جديد. هو طبعا يا دكتور في ناس بسبب التقلبات الجويه شويه الجو يبقى حر قوي، شويه يبقى شويه مش حر، لكن انا عايز اسال حضرتك درجه الحراره سواء مرتفعه جدا او منخفضه جدا ممكن ان هي تاثر على الفيروس؟ اللي انت قلتيه بقى اللي هي مرتفعه جدا منخفضه جدا، التقلب الجوي مش الثبات الجوي. التقلبات المفاجئه، لكن ثبات مثلا درجه الحراره في درجه حراره عاليه معينه او منخفضه، ده ممكن يكون ليه تاثير على الفيروس يساعد في انتشاره او لا؟ الثبات في الحراره يضعف الانتشار، ولكن تغيير الحراره سلاح ذو حدين، يساعد على انتشار الفيروس. احنا كمواطنين لما بيحصل اختلاف في درجات الحراره مناعتنا تقدر بتتقرب للفيروس، ليه؟ لان انت جسمنا
لا احنا في صيف هخفف، لا احنا الجو سقع شتي، انت بتعرضي جسمك لاختلاف المفاجئ او اختلال في درجه الحراره، ده بيساعد انتشار الفيروس. يعني احنا عندنا حاجتين، اختلاف الحراره في جسم الانسان بيساعد على دخول الفيروسات، كذلك بيحصل نوع من النشاط الفيروسي ما بين ارتفاع وانخفاض الحراره بتنشط العدوات الفيروسيه. لكن الثبات في الحراره ما بين ثبات انخفاض او ثبات حراري ثابت، اللي هو لما الصيف يجي رسمي هتقل العدوات الفيروسيه، لكن احنا لا نزال في شهر 5 انخفاضات فارتفاعات، ده بيساعد على انتشار العدوات التنفسيه كلها على فكره، مش كورونا بس، البرد منتشر والانفلونزا كمان. طب يا دكتور، ايام كورونا في فتره الكورونا كان متخصصين كانوا دايما بيطلعوا في تصريحات يقولوا بننتظر ارتفاع درجات الحراره عشان حده الكورونا تقل شويه، لكن منظمه الصحه العالميه بتخرج بتصريح مهم جدا وبتقول انه الارتفاع في درجات الحراره بيسبب انتشار في المتحور الجديد اللي هو فليرت، فكيف يتم عمل ذلك؟ يعني ازاي احنا الكورونا نفسها كنا مستنيين درجات الحراره تعلى ودلوقتي خايفين درجه الحراره تعلى عشان فليرت ما ينتشرش؟ طيب احنا مش الفكره بالنسبه لنا مش ان الحراره عاليه ينتشر، الفكره لو الحراره فضلت ثابته الفيروس بينتشر، يعني في فضلت ثابته بكل قدرته على الانتشار، ولكن بيبقى موجود. يعني الناس كانت تعتقد ان ارتفاع الحراره الفيروس هيموت، لا ما بيموتش، عكس المعتقدات اللي قبل كده ان مع الحراره العاليه الفيروس بينتهي، لا مش بينتهي، ولكن الانتشار بيكون اكتر ما بين تغيير الفصول، الارتفاع والانخفاض. الثبات في الحراره خلاص هو الفيروس موجود مش هيموته، يعني ارتفاع الحراره الشديده مش هيقضي على الفيروس، يعني منظمة الصحة تقصد ان احنا مش متوقعين ان مع الحر الشديد ده ان الفيروس هينتهي، لا هو هيبقى موجود عادي، لان كورونا ثبتت كل النظريات العلميه انه مخالف كل قواعد الفيروسات وانه ينتشر حتى في ارتفاعات الحراره، لكن قدرته على الانتشار السريع اكتر في ظل التقلبات الجويه ما بين الارتفاعات والانخفاضات، يكون اسرع في الانتشار، لكن وجوده هيبقى موجود في الصيف والحر بدليل ان احنا بنشاهده في الصيف في شهر كل الاشهر، ولكن احنا بنتكلم على سرعه انتشار، ده توقيته اللي هو ما بين الشتاء والصيف. دكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا.